السلام عليكم وشراكم صرفة لعباس. جينا نضربوا فيها بسطة خفيفة مع الجماعة. كاين حاجة شد روحك خالد باسكو طيح. عطيش راح تنقلب. مع خويا عبد الملك. درك شوفوا معنا برك راح ندير واحد قعدة لهنايا واحد البسطة هنايا. بني حوا هاي الغابة لحقنا ليها تبعونا دوك تشوف. هاي دوك نعاودوا لنا. صح. والله غير جات صدفة. عيط لي البارح قال لي واش رايك قال لي نديرو فيها جورنية اليوم. قلت له لا ربي انا راني مريح ما كاش وين تروح خير ملي تريح في الدار. جينا نخبطو فيها قعدة خفيفة نديرو فيها شوية مشويات نزيدو لكم بلاصة لهنا. شوفوها هذه رانا لهنا في واد قوسين. واد قوسين هذه تخرج شوية من بني حوا تمشي شوية تلحق ليها. ممكن نوريكم بلاش بزاف شاب شغل غابة وبلاص جماعة اللي تحب تبات الله غير مليحة. ها نقوليكم غابة بحار دير هايلة. ما شاء الله بلاصة روعة. ضاي الشجاع لا غابة بحار خالتي بحر خلوية بزاف. واش انا اللي قنقاه لقي واحد كيجي يجوز جورنيه هنا لقي حاله شويه. هاي نزيدوا لها الحجار والله عامر بلاصه هايله. حلو ضاعه بلاصه روعه اقسم بالله. هي مقلناش على سيدي مروان بو ما يشوف البروغرام اليوم ان شاء الله. السنة الجاية ان شاء الله نكونوا فيها ندير لكم فيديو خير من تاع 2010 ندير لكم فيديو شباب ان شاء الله. صافي لكم عطيش نتصل هاي وين راهي شوي؟ هاي مالك بالك واقعي لا؟ يا انا جوعان انا ناكل قبل افتتاح موسم الاكل. بسم الله تجي احنا نفتتحوا موسم الاسطيل ما شاء الله. عيوب روح كان في الغابة غير بالخبز و بصل وطوماطيش بصح البنة صعب بنة بنة البنة. لا وجدنا صالحنا شعلنا النار دوك نقيسو فيها مشوى ورانا باسطة ندوزو جرنية شابة. وهذاك هو خالد جاب موس قطعت كاع صبعتي. موس غير هكذا بصح هاي قطع الله غالب. عندنا طابلة ناتيرال دخلي كبدة في الطيبة هذا كلش هاي الدهوة قلنا الطون ونضربوا فيها فار شباب ومريحوا ونطيبوا لاتاي. وتجوز زرني يا شابة ما تريح في القهوة ما تهدر في الناس ما تقطع في اصحابك ما تحكي ما تعمر راسك. ميسي لا رونالدو والله خالصين احنا حواسين. عيش اللحظه يا خويا عيش اللحظه عيش الضوء. اسمح لي اسمح لي شوف ودي ما تقول لبلادك ماشي شابه لا والو. انت اللي راه تروح تحوس حوس روح جوز جورنيه هكذا في الهدوء في الطبيعه دير حاجه هكذا بدل شويه عقليه خمم ايجابي صنع اللحظه روحك صنع اللحظه اخدم كما قالوا توانسه دير جو نفسك تعيش والله والله غير زهر البارح قاعد عيط لي وي خالد واش ندير وغد ورا قاعد قلت له اني قاعد قال لي واش درنا قلت له نروحو نجي تبني حوا قلت له خلاص عيط له يد عمي هاو معايا قلت له ندور فيها جرنيه في تي بازا ما عجبتناش شرشال ولايه طرهات داموس بني حوا انا قريب دخلت تاع تنس انا قريب وقعت الناس دخلت تاع تنس جات بلعبه جينا الواد كوسين هنا
وهذا المثال اللي وصل اسماعيل للباحث حتى اصبح كان مازال كذلك معيض وانا نعيط لك الصباح وما يشترك. المهم تبعونا رانا درنا فطور زويله صغيره زويله هكذا خفيفه فاي. شي قضينا في الطريق زعما خفيف خفيف باش يكون احنا ما بروبور ما هذا ماشي ماشي بروغرامي من قبل ولا بريبارينا له لا لا هذا بالتليفون بقى على خير راني جاي راني لاحق عندك شري هذيك شري هذيك مي لا بروشان فوا ان شاء الله نروحوا بلاصه واعره بريباريو لها لافي ونديو نواكم نديو الطابله ونديو الحطه ونخدموا حاجه قمه واعره. المهم تبعونا وحبيتوا تفطروا معنا مرحبا مرحبا بكم هيا السلام عليكم. أطون يا عمي أطون سمكة التونة أخويا فتت وحده وشا تاني بتحضير الطبق التاني اللي هو الطونة الطونة الحمراء يا وليدي يا بابا اسمعي حنن له حنن له اخويا حنن له وش رايك؟ هايل قوة الله نقوم هذه البداية وما زال مازل مازال مازل ولا تيليها بالرد الله المهم صحتنا وبصحتكم وربي يحفظكم صحة فينا تبلات هاي في الواحد في القصر في الشباب والله غير في الشباب اقسم بالله نقول لكم واحد الحاجه هذا الصيف هذا الصيف التقساح يا ودي الرود التقساح التقساح الرود 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 شوف شوف عمي عمي شوف ماشي وش دوك نعرفوا نضرب بكم جوله في الشاطئ لتحت وربما اذا كان اذا كان سخون نضربوا ما في خطركم هيا ضف شوي بون السلام عليكم رانا ضربكم لنا فطورنا شبعنا الحمد لله جلست هايله بون طفينا النار تاعنا طفينا نقينا بلاصتنا نقينا واش درنا واش قدرنا نقول والله غالب بيسك الحال لهنا راهي قراب ماذا بيا حاجه برك هذا الصيف ان شاء الله يا خويا ان شاء الله هذه الفكره تكون قاعد بارتي لي يجي يجيب دوزان معاه يا كيتي كيتي تجيب صوالح نقيين في الصاشي تحب كي تروح تسقسي على البلاصه نقيه ماشي نقيه كيتي يا خويا اشري صاك بوبال يدير 2000 2000 تشري صاك بوبال كيتي تكمل كاع صوالحك ديرهم في صاك بوبال كيتي رايح رفدهم والله غير فدنا صوالحنا طلعناهم من الطوموبيل حطيناهم كي نلقاو بلاصه نقيسوهم نقيسوهم وتبقى بلاصه نقيه لي يجي مورانا يلقى بلاصه نقيه واللي تجي موراك يلقى بلاصه نقيه وانت كي تعاود دير فيها جورني واحد اخرى تعاود تجي تلقاها نقيه المهم دوك نهبطو نضربو بكم طلا في لابلاج تحت تشوفوها اللي ما يعرفهاش يعرفها معنا بلاصه بزاف شابه اللي حاب يدير كومبينغ هنا اللي حاب يجي اون فامي بلاج هايله بلاصه هايله كيما كنتم تشوفوا والله غير ما شاء الله والله العلي العظيم ظليله فور نهبطو هاي اللي حاب يجي لهنا يجي الصباح يحكم بلاصه شابه مع ميم لا فوتو ميم لا فوتو ميم تحب تجي دير هنا لا فوتو شوف فيها بيزاج احنا راح نديرو دوك واش هاو البيزاج قول لهم شوف بيزاج هذاك رانا حاطين تحت نصوروا شويه ميم هو لاشين تاعو دوك ندير لكم اللي تاع حامل تحت تلقاوه زيدوا دخلوا عنده تلقاو بزاف صوالح
وكاين هذا وليد عمي فهني ندير لكم اللين تاع لاشين تاعو فهني دير دي فيديو ماشي لي فلوغ صاي دير دي فيديو تاع موسيقى وكاع ادخلوا عنده زربوطل وما تنساوش هذا الصيف هذا الصيف ان شاء الله من السمانه الجايه ان شاء الله لعطينا ربي يطول العمر باذن الله راه كل سمانه ندير لكم فيديو كل بلاصه غير الواع من ناحيه الشرق ومن ناحيه الغرب شوف ان شاء الله بروميس من ناحيه الحدود المغربيه للحدود المغربيه انا وخالد ان شاء الله وفاري ومنا في الشرق من ناحيه السكيكدا ان شاء الله واد بيبي راح نباتوا فيه 3 ايام ان شاء الله هذه ديديكاس لايوب واسلام واسماعي في الغيبيه وياسين ويوسف والفطور تاع اليوم ما يتعاود ودي والله غير واعر اقسم بالله والله غير يا يوسف غير تعيا والله العلي العظيم يضربوا الطلال تاع بنت لا ان شاء الله السلام عليكم ايوه راح تكري خالد بون هذه يا لحواس هاي الغابة كيف نطلع الإكران هاي الغابة من فوق وهاي الأقلاج بلاصة خلوية بزاف الموفي تخرج بزاف وسخ داو الخيار ينسخهم هذا بينا اللي يجي من الفوق كل جروب يجي كل هاكا فاميليا تجي تي هاكا تنقص هذا الوسخ هذا باش كي يجوا مرة جاية تصيبوها مقيم طب بزاف شب غابة فوقك بلاج البحر والله الروعة بلاصة بزاف هاي كانت هذه الله فانت الفيديو نتلاقوا السمانة الجاية فيديو جديد ان شاء الله إلى كتب ربي الروح سيدي مروان ان شاء الله ندير لكم فيديو بزاف واعر انتظرونا ما تنساش هاكو تشوف طلع مورايا الله غالب ماشي بيدو الله غالب ماذا بك ابوني بارطاجي الفيديو وفعل الجرس هذا اللي راه من تحت فعل الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله المهم الله يرضى عليكم والسلام عليكم دوك نخليكم مع شويه مناظر تمتعوا بها هيا نلقاو فيديو اخر ان شاء الله السمانه الجايه ان شاء الله هيا السلام عليكم